توج فريق الأهلي بلقب تلك البطولة. التقرير التالي والمتابعة التالية توضح الأكثر، فنشاهد معا. في آخر مرحلة من بطولة بنغازي لكرة القدم لفئة البراعم، التقيا فريق الأهلي بنغازي وفريق النصر بملعب النادي الأهلي صباح يوم الثلاثاء الماضي. هذا اللقاء أدير بصفرة الحكم أحمد الفيتوري وسط حضور واهتمام جماهيري كبير. فأبناء مدرب النصر مصطفى الهدار يكفيهم التعادل أو الفوز لظفر بلقب هذه البطولة. وفي الجهة المقابلة يبدو الأمر صعبا، ولكن ليس بالأمر المستحيل على أبناء مدرب الأهلي ناصر العقوري، فلابد لهم من الفوز ولا غير الفوز لإحراز كأس هذه البطولة. هذا اللقاء الذي شهد إثارة والندية على أرضية الملعب طوال زمنه الأصلي والإضافي انتهى بفوز فريق الأهلي بنغازي على حساب فريق النصر بهدفين لهدف واحد. وبذلك يحرز فريق الأهلي بنغازي بطولة بنغازي لكرة القدم لفئة البراعم للمرة الرابعة على التوالي. وفي نهاية اللقاء شهدنا ما هو مهم في الرياضة، الروح الرياضية، فالتصافح حضر بين هؤلاء اللاعبين الذين هم في طور الإنشاء وتنمية الأخلاق الرياضية بداخلهم تجلت على أرضية الملعب، وهذا ما نتمناه دائما. ما لعب فرق براعم علي في البداية، نقول لك ألف مبروك على البطولة، وما هو شعورك بعد الحرز البطولة؟ الله يبارك فيك، نقول أول حاجة نشكر له بين الرياضية، نقول الحمد لله خذينا البطولة نحن وشكر. علي تهدي من الفوز هذا؟ نادي الأستاذ عزام وجماهير النادي الأهلي كله. معنا مدرب فريق الأهلي ناصر العقوري وابراهيم العفاس، نحب نرحب بكم عبر قناة البريدية. في البداية كيف كان استعداد فريق الأهلي هذا الموسم وهذه المباراة خاصة؟ والله أول حاجة نشكر إذاعة بنغازي ليبيا الرياضية، وكان استعداد الفريق يعني من قبل رمضان، والحمد لله ربك وفقنا وما مشاش جاهد هالجمهور وهاللاعبين وهالمدربين وبالاخص اداره النادي الاهلي اللي كانت مصبيه من الفريق ودعمته بشتى الحاجات. يعني الواحد يعني ما يقدرش يقول يعني من كثره هذه الاسم. استاذ ابراهيم، برايك الشيء الذي ينقص اللاعب الليبي الوصول الى المستوى المطلوب؟ والله الاغلب انه يكون الاحتكاك، يعني الاحتكاك، كثره الاحتكاك بس، ويكون هنا في دوريات كيف الدوريات، ونحن نشكر كل من يساعد في الفئات السنيه بصدق. بداية نقول لك هارد لك لفريق النصر، ان شاء الله حظ اوفر. كيف رايت مستوى فريق النصر وفريق الاهلي اليوم؟ والله يعني فريق الاهلي لعبوا بجديه وبروح قتاليه حتى نحن، لكن نصيب قعد من فريق الاهلي ووضع الاكتبار ربك.